بداية فلوج جديد ضرب نار. النهارده يعتبر اليوم السابع لينا في اسكندريه لاننا بنشتغل على الفيديو كليب بتاع المهرجان الجديد فلاش باك. النهارده يعتبر خلصنا تقريبا تصوير نصه ومفروض ان بكره هنروح نكمل النص التاني او على حسب يعني على حسب اماكن التصوير لان صعب شويه عن المهرجان اللي فات لان في ناس اكتر مغنيه في المهرجان ده عن المهرجان اللي فات. فكره التحدي النهارده بقى المفروض ان احنا نازلين رايحين البحر هنعمل هناك تحدي ضرب نار لان في ناس كتير جدا عاجبها حوار ان احنا بنعمل تحديات على البحر. فاحنا هننزل النهارده نعمل تحدي ضرب نار بس هنشوف الاول مين اللي جاي معانا التحدي. معايا الاول ناصر معجزه ورا الكاميرا. حبيبي 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 المفروض يا جدعان ان احنا معانا احمد علي. المفروض يا جدعان ان احنا نازلين نعمل التحدي. احنا طبعا النهارده اخر يوم في الشهر فيعني انت جاي معانا ولا مش جاي معانا؟ افهمكم بس حاجه. انا دلوقتي انا يعني ما اخش اي تحدي بكسب عشان بص انا مش نصاب يا جدعان عشان انا بفكر قبل ما اخش بعمل حاجات انت فاهم بدل ما اتعب نفسي يا جدعان. بصوا على الفيديو اللي فات شوفوا الكومنتات قد ايه الناس كلها شايفه ان هو نصاب. بصوا يا جدعان والله العظيم انا بشغل دماغي بس مش اكتر. لا طب يا جدعان هنتفرج النهارده نشوفه في التحدي هيعمل ايه ونشوف تشغيل دماغه. بصوا يا جدعان هو حدد شروط ان انا اصلا ما اطلعش. لو حددت شروط مش هعمل الشروط. لا يا عم هنعمل النهارده التحدي نقول الشروط بتاعته هناك على البحر بس هنروح الاول نجيب الاردنيين اصحابنا اللي اتعرفنا عليهم هنا في المعموره. انا عظيمه عازبينا انت دوت كسب المره اللي فاتت يا باشا. اصل عليك انا عظيمه مش نصاب اهو عشان تبقى عارف هو كسب. لا احنا الناس كسب. الناس شايفه ان هو نصاب. لا اهو انا ماليش دعوه الناس هي اللي شافت كده. بعد النهارده هنشوف لو هو كسب النهارده بالنصب يبقى هو كان نصاب في المره. لا ما فيش حاجه دماغي مش اكتر. انا ربنا خلاني دماغي ذكي شويه. اسمع احنا هنشوف بقى النهارده في تحدي اهو ده الفيصل يا اما احمد علي نصاب يا اما احمد علي مش نصاب. ماشي يا جدعان ومعانا عسكر عسكرين ده كمان. هو مجهد شويه بس عشان امبارح كانوا هم في اللوكيشن بتاع التصوير لان طبعا عسكر مغني في المهرجان هو احمد شوقي فغالبا هم الاثنين مش جايين بس هنخش نتاكد برضك. لا هو مش جاي. ها انا عارف انت حد على فلو فلو هو مش جاي. لا مش عارف انت عايز عشان كمل نوم عشان خش يا احمد شوقي يا حبيبي اللي هيكسب هيقسم معايا. ما فيش تقسيم. احمد شوقي احمد شوقي صحيح جاي معانا يا جدعان. صحيح جاي معانا بره تحدي على فلوس. مش هات فلوس. لا التحدي على فلوس مش داخل اديك فلوس. لا هات فلوس وبعدين اخش تحدي. لا يلا بس قوم يلا عشان البحر هيقفل. لا 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 طب يلا والله يعني جاي ولا مش جاي؟ لا مش جاي. يلا يلا يا جدعان انت وين يا حبيبي؟ اجري على البحر يا حبيبي يسعد لي قلبك. البحر هادي ولا في موج عالي؟ لا الموج عالي عالي والله. راح نتكشمع النهارده والله يا حدي انت الموضوع خطر على الكابل. لا والله جاي لك احنا بتوع الخطر كله مستني اياك. يلا حبيبي جاي لك اهو. انا هلكو اللي يعوجني بقى انا طرقته بتقولي صحصحوا لي جاي الملاعبكو الساعه خطر الساعه دي خلي بالكو. بص يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا نزلنا عشان خاطر بنجيب الكور اللي هي اللي بتتنفخ دي هنعمل بيها تحدي في منتصف الميه. كمان الشرجيه افري وير. حبيبي حبيبي ناصر معجزه حبيبي. طبعا معانا الراجل العسليه ده صاحب اكبر محلات العاب في المنطقه كلها والمناطق المجاوره. لا خليك احلى واحد بيقابل بيدينا كور بايظه. الله يخليك. كنت بدي اشتري من التيشيرتات السفاحه تبعته عايزين نشتري التيشيرتات الشرقيه بس هينزل الاسبوع الجاي لانه كل الديزاينات القديمه خلصت. سفاحين استنوه ادينا هايك فايف. عبد الرحمن اخو عمر الاردني كده في ثلاثه اردنيين واربعه مصريين. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا وصلنا البحر. المفروض ان التحدي هيبقى عباره عن بين واحد مصري وواحد اردني هيبقى سباق في البحر بالعرض. المفروض ان هو هيركب كده في المايه جوه وينط 20 نطه واللي هيقع ما بين المصري والاردني هيبقى هو خسر وهيتصفى للنهائيه. اول اثنين هيلعبوا احمد علي ومصري. بص يا جدعان العيال دي كلها بتبقى عايزين نفس عشان نشوف هو ينصف ولا لا. بص بص يا جدعان على الدور احمد علي نصاب. هاشتاج 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 احمد علي نصاب. هتموت يا سوسو احمد علي. لا اقعد يا عم اقعد يا عم احمد علي مع عمر الاردني ابتدي السباق. احمد علي اللي هيقع
خسران، اللي يلمس ايدي كسبان. هي دي الشروط. حبايب قلبي لايك واشتراك في القناة هسه عشان التحدي راح يكون كفجير. احمد علي خسر عشان ما كملتش. لا يا اسطى ما تقومت عشان انت كده ناصب. خلاص انا اللي كسبت. مالكش فيا كمل يا جدعان. هنعمل استيب تراعي يعيدوا ولا ما يعيدوش؟ لا يعيدوا لازم. خلاص يا جدعان يعيدوا من غير ما نفعل الهاشتاج لحد ما نشوف مين النصاب الحقيقي للفيديو ده. شروط السباق اللي يسلم عليا فلاش باك عشان اللي هيقع خسران، اللي هيلمس ايدي كسبان. هي دي الشروط. طب عمر رمضان الكسبان. عمر الأردن وعزيمه. واحد اثنين ثلاثة. كسبان مساء احمد علي. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا طلعنا خمس دقايق ننشف الكاميرا عشان خاطر المايه كان فيه طرطشه وبتاع. دلوقتي انا عايز بس اقول حاجه، لو الفيديو ده جاب 100,000 لايك فكره عبد الرحمن هننزل البحر بالليل الفجر في عز الفجر في عز الضلمه بالكشافات وهننزل المايه. لو جاب 100,000 في يوم يعني اول ما ينزل اللي هو النهارده يعني 100,000 في يوم الفيديو 100,000 لايك يا ما يجيبهم. ده جمهور مصر وجمهور الاردن الشرقيه في كل مكان ونقدر لايك 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 ليتس جو. يلا بينا دلوقتي دورنا وعبد الرحمن. يلا عمنا شاور نصاب. حد حد فاضل رئيس واحد يا جدعان. الواد نصاب ومش هنعيد وانا خسران بس مش هنعيد عشان خاطر يا جدعان اعمل لعلي نصاب وشاور نصاب. احمد علي مبدئيا الاردن فازت. هسه بدنا نشوف مين الاول مين الثاني. المفروض ان زي ما انتم شايفين كده هنعمل تحدي جري في الميه بس بالبلالين كده. هيبقى واحد مصري مع واحد اردني بيجروا جوه الميه كده بس اللي هو المفروض جوه في الغويط شويه عشان خاطر دي ترفعه على وش الميه فما يعرفش يجري ويبقى بطاء. دلوقتي هنبتدي التحدي. دلوقتي يا جدعان التصفيات ما بين الثلاثه المفروض كسبانين. انا ما اعرفش انا ولا عبد الرحمن اللي كسبنا بس هسيبه هو يصفي عشان خاطر الروح الرياضيه. هم اللي بيحددوا. خلاص حبيبي حبيبي انتوا تكتبوا في الكومنتات مين فينا اللي كسب لان احنا مش عارفين. لا احمد شهر لو سمعك مش هيسيب. يا حبيبي ايوه حبيبي حبيبي. دلوقتي عمر وعبده وعظيم الفرعون المصري بتاعنا اللي بيكسب على طول ورافع راسنا ومجربنا. بصوا يا جدعان المفروض ان كده دي نهايه الفيديو بس قبل ما ننتهي بما ان الاردنيين فزنا تحيه لاهل مصر وشعب مصر. نقولكم ما تخافوش على مصر خافوا على اللي جاليها واللي عادوا مصر شافوا شر من يعاديها. اصل بس اولاد حلال مصر على اللي قال ربنا اللي حميها تمشى وخد مركب والسرعة عليك عمرك ما تحس هنا بغربة ما شاف اصيل. خلاص احنا بقى نروح الاردن. لا 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 هناخد الاردن الى الاردن. طب النهاية النهاية حبايب قلبي اذا عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب. سلام عسلام.